فرقة اتحاد الروح المزمع مشاركتها في مهرجان أمير النحل الإنشادي الخامس بمأتم المرخ، تأسست عام 1996 بمنطقة سند، وشاركت في العديد من المهرجانات، وتركز على حضورها في المشاركات المباشرة في مناسبات أهل البيت عليهم السلام. أحرزت المراكز الأولى والمتقدمة في أبرز مشاركاتها مثل مهرجان أمير النحل العام الماضي بمأتم المرخ، ومهرجان التوعية الإنشادي، ومهرجان غريب طوس، ومهرجان الزهراء. منذ أن فقدت الفرقة منشدها المرحوم حسين محفوظ في 2007، أعلنت الفرقة أن جميع أعمال الفرقة صدقة جارية لروحه. جف اليراع يا علي ولم